السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة طلبات الشهادة الإعدادية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع الفاينل ريفيجن بارت 6، الجزء السادس، وده الجزء الخاص من الرايتنج، الجزء الخاص بالرايتنج زي ما هو واضح قدامنا الثيم كده النهاردة كله عن الرايتنج. إن شاء الله هنراجع النقاط المهمة، بس قبل ما نراجع الدعاء اللي إحنا متعودين نقوله إن شاء الله دعاء المذاكرة، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا إيه؟ اتك على حسبنا الله ونعم الوكيل دي. طيب خير إن شاء الله. النهاردة هنبدأ بس الأول كده مع شوية نصائح هامة لسؤال الكتابة بالامتحان، سؤال الرايتنج يعني ايا كان بقى، سواء ان بيقول لي اكتب باراجراف او اكتب ايميل. طيب بصوا يا جماعه، النصايح بشكل عام، اول حاجه عندي اترك مسافه تعادل كلمه في بدايه موضوعك، سواء ان كان طبعا اتفقنا باراجراف او ان كان موضوع ايميل. ابدا كل جمله بحرف كابيتال، الموضوع ده مهم جدا يا جماعه، ممكن ننقص عليه درجات. يعني انا عندي مثلا الحرف الواحد ممكن ينقصني ربع درجة حتى، فيعني الموضوع مش مستاهل. طبعا ضع نقطة في نهاية كل جملة وعلامة استفهام في نهاية كل سؤال. هو احنا ممكن نحط سؤال في الموضوع؟ اه طبعا عادي جدا، زي ما احنا مثلا ما بنبدأ في الايميل المقدمة اللي انا متعود استخدمها how are you، ف how are you is a question، يعني ده سؤال فلازم احط له علامة الترقيم الصحيحة اللي هي البانكتويشن مارك بتاعته، اللي هي علامة الاستفهام question question mark. طيب رقم 4، اتبع كل علامات الترقيم كوضع مثلا كوما او apostrophe على سبيل المثال. يعني طلب مني كوما، طلب مني apostrophe، زي انت مثلا بتقول eats، ف eats دي اللي هي اصلها it is مثلا، فدي بتحتاج apostrophe، eat apostrophe s، ما تنساهاش لانك هتتحاسب عليها. استخدم الزمن الصحيح والمناسب لكل موضوع. يعني حضرتك بتتكلم، لو طلب مثلا منك اتكلم عن مكان ذهبت ليه فيما مضى، يعني مثلا زياره للبحر الاحمر، خلاص زياره للبحر الاحمر ده انت رحت قبل كده، فانت هتستخدم زمن الماضي، تمام؟ فده طبيعي جدا، فعشان كده احنا بنقول استخدم الزمن الصحيح والمناسب لكل موضوع. طيب بتتكلم عن حاجه تخص مثلا التكنولوجيا، فدي حقائق مثبته وحقائق علميه في العصر اللي احنا عايشينه، كاستخدام سمارت فون، السوشيال ميديا او السوشيال ميديا سايتس. يعني فانت خلاص هتستخدم زمن المضارع البسيط، انك you're talking about facts، انت بتتكلم عن حاجات حقيقيه، حقائق يعني. طيب استخدم جمل بسيطه وحافظ على وجود معنى. الجمل البسيطه دي مهمه قوي، زي ما احنا اتعودنا كده مع بعض واحنا بنكتب. انا عودتكم دايما في الامتحانات اللي فاتت واحنا بنحل، كنا دايما نستخدم كده، اقول لك بص جمله 4 كلمات، جمله 5 كلمات. كمان لازم تبقى عارف اني انا ببدا بسبجكت وفيرب، ويعني والسنتنس كومبلمنت بقى التكمله، ايا يعني كانت التكمله، ولكن انا اهم حاجه عندي ببدا بالفاعل وبعد كده الفعل، فخلي بالك من الجزئيه دي قوي. حبايبنا رقم 7، حسن خطك. حسن خطك مهمه جدا، الناس أرجوكوا، يعني أنا مش بحب أقولها بس أنا بقولها أصلا لفصولي وطلابي، يعني الناس اللي غاوية تكتب برجليها علشان خاطري بلاش. بلاش يا جماعة، يعني أنت عندك وقت الامتحان، وقت كافي إن شاء الله، خد وقتك براحتك، اكتب كل كلمة على مهلك، يعني ما تستعجلش، واترك مسافة ما بين كل كلمة وكلمة، اترك مسافة كافية، يعني مش هسيب بقى بحر او اسيب مكان ضيق قوي، لا يعني بمقام مثلا حرف، زي ما حضرتك بتكتب على الوورد، على ملف وورد مثلا، زي ما انا كاتب دلوقتي، انا كاتب اهو مثلا في جوه باوربوينت، فانا بسيب مسافة، بدوس سبيس واحدة، فالسبيس دي بمقام حرف، فتلاقي الدنيا متظبطة وانت عارف تقرا كويس ان انا بكتبه،
فبالتالي انت كمان قوم بنفس الموضوع ده عشان تسهل على المصحح. المصحح هتقرفه هيقرفك، خلي بالك. يعني في ناس كده، في ناس اسلوبها كده، انت قرفني طب تعالى خد، فبلاش. تمام؟ يعني انا مش بقول كل المصححين، انا بقول يعني في ناس كده، يعني زي ما في حلو في كويس، في برضو الناس اللي هي جاي متعصب، جاي متضايق النهارده، الورقه شكلها مش عاجبه. بصراحه في اوراق احنا بفتح، يعني انا وانا بصحح بفتح اوراق، بصراحه الواحد بيشوف حاجات غريبه بصراحه. يعني نبقى منبهين ومخليين بالنا في فصولنا، ونبص نلاقي الطالب مصمم، يعني اكني بقول له اعمل كده. فريت نخلي بالنا من الجزئيه دي. حفظ الكلمات الهامه المتعلقه بقى بمواضيع الكتابه، دي رقم 8، ودي اخر حاجه. ارجوك ارجوك ارجوك، انت عارف دلوقتي ان احنا عندنا مثلا 10 15 موضوع مهمين جدا بنتكلم فيهم. المواضيع المهمه دي مثلا زي زياره المكان، زي الحيوان المفضل، الكلام على السوشيال سايتس، ابعت ايميل بتحكي عن مساوئ مش عارف ايه، مميزات ايه. انت عارف مواضيعك اللي هي كنا بنقرا عنها، الريدنج والتيب سكريبت، الليسننج اللي كنا بناخده في الدروس العاديه، هي دي المواضيع المهمه. فالكلمات ما تجيش بقى وقت الامتحان تقول انا ما عرفتش اكتب كلمه كذا. طب ما انت ما حفظتهاش ليه؟ ما انت متوقع ان الموضوع ده يجي. مش هطول عليكم عشان نخش بشكل مباشر ان شاء الله في الاكزامبلز اللي عندنا اللي هنحلها النهارده، او هي بالفعل محلوله وجاهزه بالنسبه لنا. طيب، اول موضوع هو مثلا زي ما احنا بنتكلم في السموكينج، التدخين. طيب، هو بيقول لي طبعا الجمل اللي هنا ممكن تكون يعني ايه طويله شويه، لان هو بيكون جايبها من الكتاب، بس هي المواضيع احنا اوريدي قريناها يعني. تمام. smoking is a bad habit، جمله بسيطه جدا اهي. التدخين عاده سيئه. it makes you feel ill، تجعلك تشعر بالمرض. people who smoke can't run or breathe well، الناس اللي بتدخن ما بتقدرش تجري او تتنفس بشكل جيد. also you can't do many jobs، ما تقدرش تعمل وظائف كتير. smoking affects badly your health and people around you، التدخين يؤثر بشكل سيء على صحتك والناس اللي حواليك. we should help young people stop smoking and practice some sports instead، ويجب ان احنا نساعد الشباب الصغير في انه يتوقف عن التدخين ويمارس رياضه بدلا من التدخين. smoking isn't allowed in many places، التدخين غير مسموح به في عده اماكن. طيب، انت ممكن من الجمل اللي هنا دي تاخد منها جمل بسيطه تبدا بيها يعني موضوعك. تمام، مش شرط ان انا استخدم نفس الكلام، وممكن توقف الفيديو في اي وقت عشان تنقل نقطه معينه. جميل جدا. وطبعا الناس، انا بستخدم كتاب المعاصر، يعني انا مش انا كاتبها اصلا في الوصف يعني. فلو انت اوريدي عندك كتاب المعاصر، في الكتاب الصغير اللي فيه المراجعات موجوده فيه المواضيع دي، انا واخدها منه الصراحه. فدي برضه هتسهل عليك، انت ممكن تروح الكتاب بقى براحتك كده وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. عايز تسمع الترجمه طبعا معايا، يعني هتستفيد. your manager، مديرك، اكتب موضوع عن مديرك، اكتب موضوع عن مدير. فانا your manager. the wise manager is very important for the success of any work، المدير الحكيم مهم جدا لنجاح اي عمل. I'm a teacher of English in a prep school، انا معلم لغه انجليزيه في مدرسه اعداديه. my manager is a woman، مديرتي واحده ست. شوف يعني my manager is a man، my manager is a woman، يعني تخيل دي جمله وهتتحاسب عليها وتتحسب لك صح وتاخد عليها درجه. she is called Mrs. Mervet، تخيل ان انا اقول اسمها كمان هتتحسب لي جمله، يعني she is called او she is Mrs. Mervet حتى من غير كلمه called، لو هي صعبه عليك انا كسبان درجه. she is very intelligent and wise، هي ذكيه جدا وحكيمه. احنا لسه مستخدمين كلمه wise في الاول. she is very wise، عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. i like her so much، انا معجب بيها جدا. she helps us to do our work easily، هي بتساعدنا نعمل شغلنا بسهوله. she also encourages the students to study hard، المفروض هنا she also encourages، المفروض هنا في اس برضو خطأ كده من الكتاب. she also encourages the students to study hard، هي ايضا تشجع الطلاب ان يذاكروا بجدية. انا ممكن اقول she also helps، هي تساعد الطلاب. she also helps، لو encourages صعب عليك استخدم helps. she also helps the students to study hard، هي ايضا تساعد الطلاب. يعني الموضوع يا جماعة انا ممكن استبدل كلمات على مزاجي ما فيهاش اي مشكلة.
طيب ننتقل للجزئية اللي بعد كده. ده topic 1 وده topic 2، دي كلها paragraphs. topic 3 the importance of technical schools، أهمية المدارس التقنية. احنا كتبناها على فكرة قبل كده، technical schools are very important for the future of any country، المدارس التقنية أو الفنية مهمة جدا لمستقبل أي بلد. students in these schools are different، الطلاب في هذه المدارس مختلفين. they learn how to use technology and study it at the same time، هم بيتعلموا عن التكنولوجيا وازاي يستخدموها في نفس الوقت. they practice different fields، هم بيمارسوا عدة أو بيتدربوا في عدة مجالات. students who do very well at technical schools can continue the same study at universities، الطلاب اللي بيأدوا بشكل جيد في المدارس الفنية دي يقدروا يكملوا في نفس الدراسة في نفس المجال في الجامعات. they can get good jobs، يقدروا يحصلوا على وظائف جيدة. All technical jobs are very important in our life، كل الوظائف الفنية مهمة جدا في حياتنا. جميل جدا. The solar system، النظام الشمسي. طبعا اتكلمنا عن الكواكب وغيره وغيره، فطبيعي جدا ان ممكن يجي لي عن النظام الشمسي. There are 8 planets in our solar system، يوجد 8 كواكب في نظامنا الشمسي. They are all different sizes، جميعهم بأحجام مختلفة. مش هقعد بقى اتكلم على حجم الجملة وشوفوا الجملة قد ايه بسيطة، ها يعني ارجوكم انتوا شايفين الموضوع سهل يعني. they are all different sizes، كلهم بأحجام مختلفة. اخذنا كلمة sizes دي كذا مرة و different تعدد علينا مليون مرة. Jupiter is the biggest one، Jupiter هو اكبر كوكب. Mercury is the closest to the sun، عطارد هو الاقرب الى الشمس. Neptune is the farthest one، نبتون هو الأبعد من الشمس. Three of these planets are smaller than the Earth، ثلاثة من الكواكب دي أصغر، حجمهم أصغر من الأرض. Only two planets in the solar system don't have any moons، فقط كوكبين ما فيهمش أقمار، ليس لهم أقمار تابعة في نظامنا الشمسي. ممتاز. ننتقل لنمبر 5. The shooting star، النيزك. الآن نتكلم عن النيازك. Shooting stars are not stars، النيازك ليست نجوم. A shooting star is a small piece of a rock or of rock that traveling through space، هي قطعة من الصخر التي تسافر عبر الفضاء أو تنتقل عبر الفضاء. As it moves، وكما تتحرك. It gets hotter، تسخن، درجة حرارتها بتعلى. It's very fast، بالله عليكم يعني جملة وشوفوا عاملة ازاي، سهلة جدا، سريعة جدا. It usually burns and disappears before it falls onto the earth، هو دايما بيحترق ويختفي قبل وصوله أو قبل أن يسقط على الأرض. Shooting stars، النيازك، can be seen from time to time، نقدر نشوفها من وقت لوقت. It can cause some damages، ممكن تسبب بعض التلفيات. Modern technology، التكنولوجيا الحديثة اللي كنت لسه بتكلم عنها في المقدمة بتاعتنا. Modern technology has become a must in our life، التكنولوجيا الحديثة أصبحت شيء لازم، شيء إلزامي في حياتنا. The latest technology، أحدث تكنولوجيا، can help you to do many things، تساعدك إنك تعمل حاجات كتير. زي الفيديو اللي أنت بتشوفه دلوقتي ده على يوتيوب، لو ما كانش في موقع زي يوتيوب ما كناش قدرنا نتواصل بالشكل ده. It helps to increase the speed of everything، بتساعدنا لزيادة سرعة كل شيء. Nowadays modern technology helps us to increase many products in all fields، بتساعدنا كمان التكنولوجيا الحديثة ان احنا نزود انتاجاتنا في جميع المجالات. We no longer need more workers to achieve many things، نحن لا نحتاج الى عمالة زائدة او اي عمالة بشكل كبير لكي ننجز اعمالنا او ننجز اشياء كتير. It made the world a small village، جعلت العالم قرية صغيرة. شوف حضرتك دلوقتي بتتابعني منين، من اي مدينة، وشوف انا منين وانت منين، وشوف المسافة، وقادرين نتواصل عن طريق فيديو زي ده. Using modern technology helps you make use of the experience of others، استخدام التكنولوجيا الحديثة بيساعدك انك تستخدم او تشوف، مش بس تشوف طبعا، make use، انك تستفيد of the experience of others، بخبرات الاخرين. زي مدرس وطالب، انا دلوقتي مدرس وحضرتك طالب، وحضرتك قادر بتستفيد بالعلم اللي انا بديهولك، فبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا. تمام. نمبر 7، ants and bees، النمل والنحل. وطبعا دي جت في القصه المشهوره اللي احنا اخذناها بتاعت كمان حتى الجراس هوبر، اللي هو اللي احنا بنقول عليها
الجرادة لو احنا فاكرين. طيب ants and bees are amazing insects، حشرات رائعة. They live in large groups، بيعيشوا في يعني مجموعات كبيرة. شوف شوف الجملة عاملة ازاي، قصيرة جدا ولطيفة وسهلة. They are amazing، تاني بيكرر، ها they are amazing as they are organized and so helpful. مش عاجبك organized حط so helpful، حط helpful بس من غير so، يعني ظبط جملك. هم رائعين ل يعني بما انهم منظمين ومتعاونين. They are not lazy insects، هم مش حشرات lazy يعني كسولة. They work day and night، بيشتغلوا نهار وليل. They are examples of hard work and activity، هم مثال حي أو مثال للعمل الجاد والنشاط. Each insect has its own role، كل حشرة ليها دورها. From the beginning of from the beginning، من البداية to the end of its life، من بداية حياتها لنهاية حياتها. An animal you like، وقلنا الموضوع ده متكرر على فكرة وجي في امتحانات كتير، خلي بالنا. أنا حليته حتى واتكلمنا ساعتها عن الجمل. The camel is the animal that I like most. It's called the shape of the desert، يسمى سفينة الصحراء. It's very patient، هو صبور جدا. It can store much water in its body for a long time، يقدر يخزن مية كتير جدا في جسمه. ممكن أحط هنا على فكرة نقطة وأبدأ وأشيل سو بقى وأحط it. It can walk for many days without water، يعني أقدر أقسمها كمان وأكسب جملة زيادة. It can walk for many days، يقدر يمشي لعدة أيام without water، بدون ماء. The camel walks at 40 kilometers per hour، الجمل يقدر يمشي بسرعة 40 كيلومتر في الساعة. It's a very useful animal، it's a very useful animal، هو حيوان مفيد جدا. It's called the shape of the desert، هو يسمى سفينة الصحراء. بلاش التكرار قوي بس it's okay يعني، it's okay. ممكن أقول a lot of people in the desert use it to travel from place to place، الناس اللي عايشة في الصحراء بيستخدموه للتنقل من مكان لمكان. نشوف الـ number 9 و 11. Dinosaurs were very big، كما ديناصورات، الديناصورات كبيرة جدا في الحجم. They lived on earth millions of years ago، عاشوا على الأرض من ملايين السنين، منذ ملايين السنين. They were more than 700 kinds of them، كان يوجد أكثر من 700 نوع منهم. Scientists، العلماء don't have a clear reason for their disappearance، العلماء ما لهمش سبب أو ما لقوش سبب، ما عندهمش سبب واضح لسبب اختفائهم. Some scientists think that dinosaurs disappeared slowly، بعض العلماء بيعتقدوا ان الديناصورات اختفت ببطء. They were dangerous animals، كانوا حيوانات خطيرة. جميل جدا. Sea animals، الحيوانات البحرية. There are many kinds of sea animals، يوجد العديد من الكائنات البحرية. They are amazing creatures، هم حيوانات رائعة. شوف يعني جملة، انا اكتب they are amazing مثلا، فيهاش مشكلة إن أنا أحذف creatures يعني وتبقى اتحسبت لك جملة والله. Some of these kinds prefer warm water، بعض الكائنات دي بتحب المياه الدافئة، بعض الأنواع منها. Others can live easily in cold water، بعضها بسهولة بيقدر يعيش في المياه الباردة. Also some of these animals prefer living at the bottom of the sea like octopuses، بعضها بيفضل المعيشة في قاع البحر مثل الأخطبوط. Whales are the biggest sea animals، الحيتان هي أكبر الحيوانات، الحيوانات البحرية طبعا. There are many beautiful kinds of fish، يوجد الأنواع الجميلة أو العديد من الأسماك الجميلة أو الأنواع الجميلة من الأسماك، especially in the Red Sea، تحديدا في البحر الأحمر. جميل. نبدأ مع الإيميلز، الإيميلات. طيب A journey by train، رحلة بالقطار. To و from، لو حدد لك أسماء في الامتحان أوكي شكرا، ما حدد لكش بنحط أي أسماء. To عمر، from زياد، من زياد. والسبجكت قلنا بنحط، بنقول اكتب subject أو بنكتب about، ما فيهاش مشكلة الاتنين صح. A train journey، رحلة. Hi عمر، أهلا يا عمر. أنا دايما ببدأ على فكرة ب how are you الكلام ده، وإحنا شوفنا أكيد في الامتحانات اللي أنا كنت كاتبها بنفسي.
لو انت ما شفتهاش شوف، ارجع شوف الحلقات من الاول. I'm happy to write this email. انا سعيد ان انا بكتب الايميل ده. I wanted to tell you about my journey to Aswan. يمكن الجمله الثانيه دي كنا على طول بنستخدمها كده. I wrote this email to tell you about كذا، وابدا الموضوع زي ما احنا اتفقنا. Now الان I am at Cairo station. انا في محطه القاهره، محطه قطار القاهره، with my uncle، مع عمي. We are taking a sleeper train to Aswan. احنا هناخد قطار النوم الى اسوان. My uncle is going there on a business trip. عمي رايح هناك في رحلة، في رحلة عمل. He asked me to enjoy the weather there. طلب مني ان انا اجي معاه عشان استمتع بالطقس هناك. It's warm in winter. هو الطقس دافئ في الشتاء. طبعا ما ننساش ان انا اهو بحط yours طبعا على الشمال. اوكي هي الشائعة اكتر في الايميل، لكن لو انا كتبتها هنا برضو مش غلط، لكن انا افضل خلينا نكتبها على الشمال زي ما معظم الناس بتعملها. yours مقدمها اليك او مرسلها اليك زياد. تمام، هو كده كده حتى الايميلات بيبقى فيها سيجنتشر جاهزه، يعني لو انت عندك ياهو ميل او غيره او غيره غيره من انواع، على فكره بيبقى فيه توقيع كده جاهز انت يعني بتظبطه على الايميل بتاعك، بتبص تلاقيه بينزل في كل ايميل اوتوماتيك. طبعا احنا ما فيش الكلام ده، انت بتكتب يدوي فلازم تظبطها كده. yours زياد مرسلها اليك. thanks زياد، يعني شوف انت عايز تعملها ازاي، مش تفهم. With my best wishes زياد، لكن انا بختار لك الاسهل يور واحط لها اس بقت يورز مرسلها اليك. طيب ايميل على a place you are going to spend the weekend، مكان هتقضي فيه الويكند. to نهى، from هاله من نهى الهاله. السبجكت a weekend، عطله اسبوعيه. هاي نهى، اهلا يا نهى. it pleases me to write this email، شوف المقدمه بقى اللي تعجبك. ها انه من دواعي سروري ان اكتب لك هذا الايميل. شوف انت بقى المقدمه اللي انت عايزها يا استاذ اهو، نقي بقى براحتك. هاو ار يو، واحط علامه استفهام. شوف هو ما بينساش ازاي، ويبدا بحرف كابيتال. I'd like، كل جمله بص هيبدا ب I capital. I'd like to tell you that I'm going to spend my weekend in Alexandria. In Alexandria، انا عايز اقول لك ان انا، او عايز اقول لك ان انا هقضي العطله الاسبوعيه بتاعتي في الاسكندريه. It's so beautiful، جميله جدا هي اسكندريه. There are many nice places to see. يوجد العديد من الأماكن لكي تريها، تروحي تشوفيها. I'm going to go there with my brother. أنا هروح هناك مع أخويا. His university is in Alexandria. جامعته في اسكندرية. اكتب his school is in Alexandria. والله ما هكذ... ما مش هكذبك. والله ما هكذبك. أو her school، يعني اكتب أي حاجة، ما حدش هيقولك أنت كذاب. I'm going to go shopping at the end of the visit أو of my visit. أنا هذهب التسوق في نهاية زيارتي. وهنبص برضو التوقيع في الآخر. yours هالة مرسله إليك هالة. جميل، ننتقل لنمبر 2. I'm sorry number 3. طيب an interview with an astronomer، مقابلة مع عالم، احنا بنقول عليه سبحان الله، الكلمة بتروح من الواحد سبحان الله. طبعا دايما في بالي عالم فضاء، مش عارف الموضوع بيجي كده دايما. انا مش بحب كمان حتى امنتج الفيديوهات في النص علشان ما حدش ايه، يعني بتكلم على سجيتي وعلى طبيعتي، وده طبيعي طبعا بيحصل مع اي حد ان هو ينسى طبعا. عالم اللي هو طبعا متخصص في الكواكب وكده، عالم فلك يعني، هي جت عالم فلك. طيب to منى، from يارا، من منى ليارا. subject an interview with an astronomer. astronomer قلنا عالم الخاص بالكواكب وكده، اللي هو عالم، شوف برضه نسيتها على فكرة تاني. المهم يعني عالم خاص بالكواكب والنجوم وكده، اللي هو عالم فلك. hi منى، I am happy to write this email to you. أنا سعيد إن أنا بكتب الإيميل ده ليكي. how are things، كيف الأحوال معاكي؟ ده معنى كده. last week، الأسبوع الماضي، I had an interview. أنا كان عندي مقابلة شخصية with a famous astronomer، مع عالم فلك مشهور. I asked him about the nature of his work. أنا سألته عن طبيعة عمله. his work isn't easy، عمله مش سهل. an astronomer has a lot of information about planets and stars. أهو ده أنا بقوله، إن عالم الفلك لديه معلومات كثيرة عن الكواكب والنجوم. he also told me about some new discoveries، هو قال لي عن او اخبرني عن اكتشافات جديده. دايما بيجي في بالي عالم فضاء، مش عارف ليه. anyway yours يارا مرسله اليك يارا، لان هو فوق from يارا. جميل جدا، ننتقل ل 4 و 5. to ياسر،
from علي، وموضوعنا addiction الإدمان. Subject addiction. Hi Yasser. أهلا Yasser. I'm happy to write this email. أنا مبسوط أنا بعت لك الإيميل. How are you? بص هو الحاجات بتتكرر. Addiction is when your body needs something strongly. الإدمان وعندما جسمك يحتاج الشيء بشكل قوي. Also it's when you think that you need something to feel okay. برضه هو لما تكون بتعتقد ان شيء جسمك بيحتاجه او انت بتحتاجه لكي تشعر انك على ما يرام. Addiction has different shapes. الإدمان له اشكال كثيرة. You can become addicted to drink coffee or fizzy drinks. انت ممكن تدمن شرب القهوة او المشروبات الغازية fizzy drinks. Never start something bad like cigarettes. ابدا ما تبدأش اي شيء سيء مثل التدخين او السجاير. يعني yours علي، مرسله اليك علي. تمام. An advertisement in the newspaper. اعلان في الجريدة. To Soha from Mona. Subject an advertisement. اعلان. I'm happy to write this email. انا مبسوطة وسعيدة ان انا ببعت لك الايميل ده. How are you? كيف حالك؟ I'd like to tell you about the way I got my new job. انا عايز ارسل لك على الطريقة اللي انا حصلت بيها على وظيفتي. I read an... هنا بقى read دي ماضي. I read an advertisement in the newspaper by chance. أنا قريت إعلان في الجريدة بالصدفة. A private school needed some teachers of English. مدرسة خاصة أرادت أو تريد أو تبحث عن بعض معلمي اللغة الإنجليزية. I applied for the job. أنا قدمت على الوظيفة. I had to pass some tests after having an interview with the manager. أنا عديت من عدة اختبارات بعد أما قابلت المدير. I was accepted. أنا قبلت directly. قبلت العرض يعني بشكل مباشر. Likely لحسن الحظ. I started work the following day. والحسن الحظ أنا بدأت العمل في اليوم التالي بشكل مباشر. Yours منى. أرسله إليك منى. جميل. Number 6. Social networking sites. مواقع التواصل الاجتماعي. To إسراء from سعاد. Social networking sites. This is the subject. Dear إسراء. عزيزتي إسراء. ما تنساش طبعا Dear إسراء أو Hi إسراء. مش تفهم. It pleases me to write this email. إنه من دواعي سروري أن أكتب إليك هذا الإيميل. How are you? كيف حالك؟ I want to tell you about the importance of social networking sites. أنا عايز أخبرك عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي. Egypt, مصر, for example, على سبيل المثال, has nearly 50 million users for these sites. لديها 50 مليون مستخدم لهذه المواقع. طبعا مش شرط قوي ان انا احفظ الحقائق دي. انا ممكن اتكلم على الفيسبوك يعني مثلا كمثال واقعد اتكلم انا عملت اصدقاء عن طريق الفيسبوك. اي بص it's very important to make new friends. من المهم جدا استخدام المواقع دي لانك تعمل او بتكون صداقات جديده. Also they help in exchanging ideas between different groups of people. ايضا هو يساعد في تبادل الافكار ما بين مجموعات أو المجموعات من البشر أو من الناس. It allows us بيسمح لنا to send messages رسائل to many people at the same time لناس كتير في نفس الوقت. وهيكتب طبعا التوقيع yours سعاد مقدمه أو مرسله إليك سعاد. جميل جدا. What happened to you in the zoo? ما حدث لك في الحديقة حديقة الحيوان. To تهاني إلى تهاني from سلمى من سلمى. Subject العنوان بتاعي a bad situation موقف سيء. أو أكتب بس حتى in the zoo ما فيهاش أي مشكلة في الحديقة في حديقة الحيوان ما فيهاش أي مشكلة. Hi تهاني. أهلا تهاني. How are things كيف الأحوال my dear friend صديقتي العزيزة. شوف المرة دي غير إزاي. How are things my dear friend. هو ده التنويع اللي احنا بنتكلم عليه. I'm happy to tell you about a hard situation. أنا بكتب عشان أقول لك أو أنا سعيد أن أنا أخبرك عن موقف صعب حصل لي. Last week الأسبوع الماضي I went with my brother رحت مع أخويا to the zoo إلى حديقة الحيوان. We sat in the restaurant to have a meal. جلسنا في المطعم لنتناول وجبة. After finishing بعد ما خلصنا I searched for money بحثت عن فلوس in my pocket في جيبي but I found nothing. لكني وجدت لا شيء يعني ما يش فلوس. I left my brother and went to one of my friends in Giza. تركت أخويا ورحت لأحد أصدقائي في الجيزة. I borrowed some money استلفت بعض الفلوس to pay for the meal عشان
ادفع للوجبه اللي احنا اكلناها واللي ارسل الموضوع ده سلمى ارسله اليك سلمى. A visit to a history museum, زيارة المتحف التاريخ. To أحمد from علاء يعني من علاء. جميل. Subject a visit to a history museum. طبعا علاء وآلاء عاملين مشكلة جامدة قوي في الإنجليزي. Anyway. Hello أحمد. أهلا أحمد. It pleases me to write this email. إنه من دواعي سرية أن أكتب إليك هذا الإيميل. How are things? كيف الأحوال? Last week, الأسبوع الماضي, we went on a school trip. ذهبنا في رحلة مدرسية to the history museum, إلى المتحف التاريخي. There we saw skeletons. شفنا جماجم of some ancient animals, البعض أو sorry, skeletons اللي هي الجهاز يعني الجهاز العظمي أو تمام كله بقى بشكل عام يعني. تمام. Ancient animals that lived لأن طبعا skull هي الجمجمة بس فskeleton الجهاز العظمي كله يعني. Ancient animals that lived many years ago, اللي عاشت منذ حيوانات قديمة عاشت منذ عدة سنوات. Now الآن they are extinct animals, هي حيوانات منقرضة. Also we saw bones of some kinds of enormous rare fish, شفنا بعض العظام لبعض أنواع الأسماك النادرة الضخمة كبيرة جدا enormous. They were preserved in glass boxes, هم محفوظين في صناديق زجاجية. I enjoyed a lot, استمتعت كثيرا. وهيكتب في الآخر طبعا yours علاء, مرسله إليك علاء. جميل. Diving with an instructor, الغوص مع مدرب أو معلم الغطس. To رباب, إلى رباب. From منى, من منى. Diving with an instructor, ده نفس العنوان مفيهاش أي مشكلة. Hi رباب. It pleases me to write this email to you, من دواعي سوي إن أنا أكتب إليك هذا الإيميل. How are things, كيف الأحوال. I'd like to tell you that diving with an instructor is so important, أحب أقول لك إني أو أود أن أخبرك بأن الغوص مع مدرب أو مع معلم غطس شيء مهم جدا. The instructor keeps your life safe, المعلم يجعل حياتك أو يحفظ حياتك في أمان. Also it gives you some important information about what you see, برضو بيديك معلومات مهمة عن ما هتشوفي أو ترين في البحر. Also he helps you to avoid dangerous sea animals, برضو أيضا يساعدك لتجنب avoid يعني يتجنب dangerous sea animals, الحيوانات البحرية الخطيرة. It's a so enjoyable experience, كانت تجربة رائعة أو تجربة يعني زي ما نقول enjoyable يعني ممتعة. Yours منى, مرسله إليك منى. مواضيع كتير والكلام كتير. احنا بنكون هنا وصلنا لنهاية حلقتنا الحمد لله, والحلقة الأخيرة يا جماعة دي. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. يا ريت ما ننساش لو في اي سؤال نسيبه ان شاء الله على الهاشتاج على فيسبوك ايزي انجليزي. ما ننساش اللايك والشير زي ما اتفقنا عشان ما نحرمش الغير من المراجعة. اتمنى يا رب ان ان شاء الله يعني المراجعة تكون وفت وكفت معاك وان شاء الله, واتمنى ان انا اكون فدتكم. زي ما اتفقنا دي الحلقة الأخيرة ان شاء الله. لو في اي سؤال زي ما احنا اتفقنا ممكن تسيبهولي على الهاشتاج او ترسلني على طول على القناة بشكل مباشر. كان معكم مستر طالب بنا من قناة ايزي انجليزي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, الجميع موفق باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.